السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، الله يرضى عليكم عشان أنا أتحمس وأنزل لكم مقاطع مرة كثير. قرأت تحت الديسكريبشن. ممكن بعضكم ما يدري يا جماعة أنه إحنا الآن مسافرين في بوكيت، ولا تفوتكم تغطيتنا بالسناب. بحط لكم السنابي هنا أنا. بحط لكم السنابي هنا، كلكم صوروا الشاشة وتعالوا. برضو واحد سناب فوجه. أي وبرضو بحط رابط السنابي تحت. وهنا سنابات الشباب. بندر نايم وبندر نايم. طيب مقطعنا اليوم يا جماعة الخير من برا السالفة، قنوات الشباب حصلوا تحت بالوصف يا جماعة الخير. وبس فاصل بسيط، بس بسيط والله، لقمة العيش الله يوفق شوي بس وبجيك. اليوم جايب لكم شيء يا جماعة مرة مهم، الفيفا موبايل. ركزوا معي زين، يوم 24 بينزل الفيفا يا جماعة الخير شيء اسمه فاوندر المؤسسين، وهذا الحدث بيكون مؤقت لفترة معينة، يعني بدأ يوم 24/8 وراح ينتهي يوم 26/9. كل اللي عليك عزيزي المشاهد انك تحمل اللعبة وتخلص التحديات اليومية. طيب تسألني بتقول رأي، طيب وش بيطلع لي؟ بيكون لك الجوائز حصرية لكل شخص خلص المهمات، وبرضه تكون من الفاوندر. والشيء الحلو انه بس للناس اللي لعبوا الحدث، بيكون لهم هذه الأشياء تاريخ 26/9، تجيكم كل الأشياء دي. بعد تاريخ 26/9 ما حد يقدر يدخل الحدث، بيطلع لك داخل اللعبة هذا الحدث، بيطلع لك بالشكل هذا، يمديكم تمنشون أخوياكم خلونهم يدخلون برنامج المؤسسين. توقعون خلصنا يا جماعة؟ لا 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 لا، فيفا موبايل عندهم ديسكورد خاص بالعرب، فيه أكثر من 34,000 شخص. حمل اللعبة وادخل حدث الفاوندر وادخل الديسكورد ضروري، وشوف الفعاليات اللي عندهم بالديسكورد، صدقوني راح تستمتعون مرة. والروابط يا جماعة تحصلونها تحت بالوصف، كل شيء تحصلونه بالوصف. يا جماعة أنا صرت من برنامج المؤسسين، تعالوا انضموا معي. خليكم على المقطع. يلا نبدأ. يلا حيوانات ولا كورة؟ اختار بسرعة. حيوانات حيوانات زليت. هل الحيوان هذا يطير او يمشي على يطير ولا لا؟ يطير او لا؟ لا ما يطير. ما يطير، انا اشوفه ما يطير. ما عندكم تشوفه يطير؟ ما يطير. ايه هذا تكون صادق، ما تكذب. ايه ما اكذب، بس ايه اكذب. لا 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 لا، هذا نسأل لي. هذا نسأل لي؟ لا توضح. لا يبغى يوضح. اي اسئله فيبغى هدفه انه يوضح. يلا يلا. هل الحيوان يعيش في قطيع ام لحاله؟ ام لحاله قطيع. حلو، جاوب خلاص. ما حيوانات تعيش لحالها. راي نسال عادل. عادل هنا غالبا بيكون هو اللي ضايع، هو اللي برا السالفه. ليه ليه؟ الان بحجر لك تحجير بخيك الدوخ. يلا عندي سؤال. الحيوان سريع ولا بطيء؟ الحيوان سريع. سريع. أبو عمر اسأل أي شخص شاك فيه. إيه أبغى أسأل. إيه عرفته. رايد. أسأل قول. هل طبعاً مو في قاموسي، قاموس البني آدم الطبيعي. هل هذا الحيوان يؤكل؟ لا. ترى أبو عمر سأل السؤال ممكن يكون إيه. لا جاوبت أنا. طيب الحين شوف. لا الحين إيش؟ لا الحين الواحد يسأل الثاني. أنا صراحة أسأل أبو عمر. أسألني. هذه نسأل. هي عادي. أسأل أبو عمر. هل الحيوان هذا هل الحيوان هذا يعني الشعر حقه كثيف ولا شعر يعني اللي يجي مثلا كذا خفيف صغير الملمس كذا هل هو كثيف يعني كثيف زي الخروف ولا زي لا كيف يعني ايش يعني ايش مو كثيف نظري اصوت انا بصوت بعد صوت انا بصوت اختار شخص ما اخذ الجوال دقيقه إيه؟ اختار شخص خليها ما نعرف للي بتصوت من انا بصوت صوت على بسم الله بصوت لا 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 قدامكم هذه ها ابو عمر ها بوم 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 بوم
المونستر. والله حسيت انت حمار. اذا جاوب صح بعطيك كف. غبي انت غبي. يا رجل جواب واختار بسرعه. ليش؟ انت هو ما يؤكل ها؟ مو ثعلب يمشي على اربع كذا تمشي على اربع الكل. طيب كثيف وقالوا بعمر لا مو كثيف، قلت له ما صوت عليه. فاذا مو كثيف فهو كله مو كثيف. غزال كان. يا غزال يا غزال شيخ. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم اسد. يس 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 يس. ليه يا حمار يا حمار تقول كذا؟ شعر كثيف وضعت معه. لا هذا حمار ليش قاعد يقول؟ عشان ما بين. ما يبي يبين. ها هذول نقاط كلهم. اللي جاي عليك صص يا حمار. كيف جاي عليك صص؟ متابعين إذا أنا صح إذا أبو عمر غلط أدعسوك من تحت. طيب. ما طبيعي. ها كم الحيوانات؟ والله إني كنت عادل. ليش حسبت بعدين بعليك؟ أنت اللي برضه السالفة. إني قاعد أشوف الحيوان. أخلص. الحيوان. أبو عمر. مرة. ايه طيب هاي تسوي كذا معناته انه برسال. طيب يلا الثاني للي يسال عادل يلا. نفسها ولا تغيرت؟ الحيوان هذا. لا لا. هل هو يطير؟ او ايش؟ يمشي. لا لا ما يطير. حلو. عادل اسال رايد اسالني. رايد. هل الحيوان سؤال معروف. حلو ايش حيوان؟ لا لا. تفضل. يعيش سولو لحاله؟ يا اجمل. وش ذا السؤال؟ اي هل يعيش لحاله ولا يعيش؟ فورت نايت. لا. يعيش بقطيع يعني نفس الاسئله عيال. ما ادري عنه. وهذا اسال عمر ابو عمر. ركز معي انا ممكن بعد جوابك هذا ارتاح لك او ايش منك؟ اشك فيك مره. ابو عمر. هل احنا نشوف الحيوان كثير ولا ما نشوفه؟ ما نشوفه. ممتاز. هذه علامه صفر تشوف. فيك مال شي 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 تعال تهرب لا والله لا لازم تسمع هذه انت قاعد تقاطعنا بس انا ابو عمر تهرب يلا تفضل طيب يلا ابو عمر يسلمي اسال انا بسالك تفضل هل حجم الحيوان هذا كافرج اكبر من عادل احا بس شو طلع من هذا ما بياكل منه لا يبي على جلال يا عبد الله يا طيب ايش بعد من قاعد تشوف انت تهرب ولا وش لا الجواب هلا ابو الجار هلا يلا جاوب وش ايش يعني ايش حيوان اكبر من ابرج اكبر مو اكبر لا اصغر طيب انا اشوف انه خلاص هنا لا يا حاج بيصوت لا انا اختار شخص ابغى اساله انا عادي اذا ما ابغى اسال احد انا خلاص بصوت انا ابغى اسال ابو عمر انا بصوت انا ابغى اسال ابو عمر لا ما في يا عادي اصبر قالوا هذا نمنعه بعد كل واحد يسال سؤال انا نسيت كل شك فيه كنت شك في احد انا نفسه ما عندك ترى بطلع الحين لك عفوا ما راحت اصبر واحد للي اختار شخص شك فيه اصبر نسيت اصبر ايه خف عشوائي انت يا رجال ايه انا واضحه امسك ابو عمر تصفيق عليك خل الجوال معك خلنا معك هنا شمبر ابا ايوه ايوه حاول نشوفه يا الثعلب ما في السعوديه كيف ترى اللي فيه ضفدع ما موش في السعوديه قطه نشوفه في كل مكان غزال يعني مهاها غزال وخروف ايش اسال نسال ايش اسال وكلب هذا نشوفه في السعوديه الكلب اشوفه كثير فيها ايش قصدك؟ ايش سالنا اسئله كمان؟ ما ادري اكبر من عادل انت ممكن زحفت فيني زحفت فيني بعدها هل في شيء اكبر من عادل هنا؟ ما في ولا شيء اكبر من عادل والله ترى بابا بس المقطع ما في كلها صغيره الا الخروف يعني صراحه دقيقه على ما يختار هو بالله عزيزي المشاهد اذا انت تشوف الان اشترك على ما يفكر هو ابو عمر اختار اشترك الان انزل الان انزل شوف قطيع سولو قال ايش قلت انت؟ قال لا يعيش مجموعة لا تعلمها لا تعلمها يعيش مجموعة خلاص اختار خروف القم يا حمار والله واضح انا مشكلة سألت سؤال صدع فيه نبي كورة الآن سؤالك ترى كورة أنا مالي يقول كورة بس إنه كورة كورة في أشياء ثانية في ملابس في لا لا كورة 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 لعيب والله أبو عمر أي ورأيت بيجيبها كذا أعطينا ايش فئة الكورة أول واحد قال أبو عمر تفضل أبو عمر يلا أنت راوي يا وسخ انت راوي رايد طيب الان انتم فكروا معانا انتم دوروا مين اللي برا السالفه ما راح نوضح لكم ابدا
من قوت مضربتك. حلو. ايوه عندي كل شخص راح يسال شخص ثاني سؤال. اي يلا. لا يا شيخ. بعمر اسال لي. يلا بعمر اسال. يلا بعمر. هل الفريق اوروبي؟ لا. انا اصبر. رايد اسال ابو عمر. ابو عمر. رايد تعب الكورة. هل اللاعب يلعب دفاع؟ لاعب. ايش؟ لا. هذا ما هو لا يا بس ويمثل ولا صدق لا لا مثل مثل وصف وصف لا 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 طيب عادل اسأل رايد تفضل رايد يا حبيبي هذا يسولف عن الفريق وانت تسولف عن اللاعب مين سولف الفريق هو قال فريق ربي وانت تقولي لاعب هالشيك مضيع ترى خلاص العب عيال العب عادل اسأل رايد رايد هل اللاعب ما نسأل بقى أطول صوت أنا بالمصر رايك تسمون مية ولا لا؟ لا لا تت لا زحف زحف إيه طب جاي تضمني إنه موجود صدق ولا إيه ولا قاعد تسحب بلا يلا صوت عم موت عند أنا اللي سألت السؤال هو اللي ينصدم لاعب يعني طب لا خلك بخكم بخكم أقول لا طب أنا تعال على السؤال لك تعال صدقوني إني رايد هل اللاعب طويل القامة أم قصير القامة؟ قصير القامة اللي سأل عادل اللي سأل عادل انت انت اللي ورا السالفه ليش انا حسين هل اللاعب هل اللاعب انت سبق من اللاعب سبق فاوضوه دوري روش فاوضوه هو جاء فاوضوه ها فاوضوه ما جاء يعني لا ما جاء لا لا جاء او فاوضوه يعني له سله بالدوري روش الدوري السعودي حبيب اي خبر طلع عنه يعني ايه ايه انه بيجي الدوري السعودي ايه ايه طب ما قلتش اصلا انت تصوت اي تصويت على طول أحب أكثر شخص صوت عليه. تحت بالك؟ ها؟ أنا استهبل رايد أبو عمر ثالث مرة ورا ذا. أنا أقول. واحدة قفلت وهذه ما قفلت. أنا أقول رايد. الزمة. أنا أقول رايد. لا أقول عمر. مين مين مين؟ اتفق ذا. والله اني ابغى ماني ليش سالني ابو عمر فريق زقيت كذا انت بدك انا انت فريق شلون لاعب طيب طيب اللاعب قصير عندنا محمد شلهوب عندنا ليونيل ميسي عندنا عمر السومه عندنا نيمار عندنا لويجي بوفور يوف محرز جيرارد بيكيه طيب بيكيه ما فوضه ميسي فوضه محمد شلهوب في الدوري السعودي اوريدي عمر السومه ما له دخل نيمار جاء الدوري عندنا بوفون رياض محرز رياض محرز برضو مو قصير قامه عندنا نيمار وميسي طيب ميسي هل البرنامج قبل هدا بقول ميسي منك السلام عليكم كيف حالك طيب ان شاء الله اللاعب معروف انه سريع ولا لا اي معروف ممتاز طيب عاد بسال رايد انا بسال اصبر 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 انا بسال يعني بيعرف بيعرف هل اللاعب اجنبي ام عربي عربي بسم الله للي سلم عمر يلا لا يا اخي مبان هل اللاعب تمام اسمع اسمع اللاعب لون بشرته فاتح ولا غامق نص نص كيف نص نص ايش يعني اسمرار اسمرار ليش متحمس تصويت 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 يا ابوي هذا لا صوت صوت ابو عمر ابو عمر صوت صوت تبع صوت على نفسك افس صوت ابو عمر كيف انا اختار قبل شوي اختار الحين طيب اختار الحين زحف رايد اختار عادل ليه عادل. انا صوتت انا ابو عمر انا صوت امو احا الاخضر راح كم راح يتكلم امو عمر يا ساتر ايوه بالله عس بالله عس بالله والله سؤال البشره عندنا رجع بعمر بس لاعب عربي وقدام فهد المولد يا واد مو اذا مو فهد المولد انا طب المسبح الحين انا والله من توضى يا اخي انا اسوي توضى مره يا
هذا زعلان ها؟ صوت علي ما ادري يا اخي صدقت نسيت اللاعب ودي مركز معهم على الاسئله ليش هذا قال والله كنت بقول له اسمع والله ما قلت سريع بس بقول له اسمع الملابس والله اخر شيء ملابس يا عيال الملابس تفصلوا قولوا هل اللي يلبس هنا طيب انا مخاف اعطاني ليش تفضل سالفه ابدا هذا شيء مو بس انا احتاج اشياء هذا عمر كن يلا بالضبط للي سلعت بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هل اللبس يلبس من النص الفوق ولا النص يعني المفروض يمنع السؤال اني اوضح اشياء واجد ايه صادق يمكن هو برسالفه يبين هذا اللبس تمام مش بقى مشكله ايش يمنع السؤال قال خلاص يخرب يمكن هو برسالفه يبغى يعني للي ركز معي ورب الكعبه صوت عليك ورب الكعبه تفضل صوت اسمعي طيب عندك فول خير والله طيب هل اللبس يلا هل اللبس يلبس لبس يعني ساتر ولا اكسسوار يعني جاوب لا اللبس يلبس حق جسم كامل يعني لبس يعني مو اكسسوار حلو طيب عادل ايش الراي قد كذا انت برا السالفه الراي ها هل اللبس لبس اشفه بالانجليزي هل اللبس زوجي ام مو زوجي زوجك يعني في منه حبتين يعني تلبس ولا حبه واحده؟ حبه واحده حلو السؤال روعه حلو والله ممتاز جدا جميل رايد اسال اللي هلا والله مساك الله بالخير هذا باللي برا السالفه اي ان شاء الله اي طيب الشيء هذا تستخدمه يوميا ولا بعض المرات؟ يوميا ابو عمر اسال شخص من اختياره ليه انا اسال ابو عمر اختاره اسال ما سالت ولا سؤال تكفى ابو عمر تكفى اطرحه اللبس هذا في رحلتنا هذه واحد مننا اشترى؟ لا يعني عاد تسمحون بدي اصوت ليه؟ للي اخترت تصوت على من؟ اخ مو واضح بسال انا لا صوت بسال صوت الحين ركز بسال ما في سؤال ممنوع احنا قلنا ما نعرف للي اختار مين من يا عم حقي يا لا ما عندي حقوق شك برايي شك فيني صح؟ للي اقسم بالله لو طلع انت لاني ايوه مصدع والله الاول مصدع يلا وش الجواب توقع؟ الجواب بنطلون غتره لا جزمه لا ثوب ساعه تيشيرت ثوب ما اشتريناه هنا ثوب ما اشتريناه هنا وصلنا لهذا الفيديو يعطيكم العافيه النتيجه النهائيه كم النتيجه النهائيه؟ قابل شو للي صح؟ للي انت نزلت مرتين ايه 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 ما طلعت النتيجه النهائيه كيف طلعت النتيجه النهائيه؟ يا اخي تقنع خسرت انا عارفك النتيجه النهائيه ما عندي نحن يلا كاتيجوري قوم هذا يوتيوب المسبح يلا من قال؟ على المسبح ما انا مسامح انا على المسبح يلا على المسبح يا راي عارف شيء؟ انا رايد مشواح صاحب هذا المقطع اللي بصور لكم تطب يلا ما طب ما انا مسامح انا طيب نعم تسبح في الطيب ولا اثنين دول بيمسكونك بيطبونك غصب معصب وهاي ورجه شنب فيهم الزين زري اسمع اسمع طب اسمع طب اسمع اسمع طب اسمع 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 بس ابغى اطب بس بس طيب البس فنيل لا يا اخي اسمع ابي ابي بلبسك كذا كذا يلا اسمع انا اطب انا بطب بالراي يلا يلا بطب بالراي انا بطب بالراي انا بطب بالراي والله انت تطب طب اصبر اصبر ابو عمر امسك معنا ابو عمر افتح الباب طبيعي بس طبيعي بس بارد يلا رايد يلا تعال اختم في الفيديو لا 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 اختم في الفيديو اختم في الفيديو الى هنا تكفى الى هنا وصلنا هذا الفيديو يعطيكم العافية يا جماعة الخير اللايك والشير يا بابا